حبيبنا فلساني شكون نجم ننشط هذه الحلقه هذا النقاش معناها اسم سي كمال فرض روحه الاسم فما زوج اسباب السبب الاول هو رجل اعلام وهو حقوقي وناضل حقوقي عاش تجارب المره قبل انهيار منظومه الاستبداد وروح لبلاده وراهن على بناء هذا الانتقال الديمقراطي وكان من ساهم في إدارة وكان رئيس مدير عام مجمع دار الصباح ومانيش نعطي من ندخل في التفاصيل تعرفوا اللي صار في دار الصباح والهجمة اللي شرست شنتها حكومة الترويكا على دار الصباح وعلى شخص سي كمال وبالأساس حسب رأيي أكثر من شخص سي كمال الهجمة كانت موجهة لكل من ينوض من أجل إعلام حر ومستقل في البلاد. كمان باش يعطينا فكرة حول كيفية إصلاح منظومة إعلامية كانت ركيزة من ركائز المنظومة الإستبدادية في البلاد هذا مع هياكل من نمط الـSEO وهياكل أخرى. وبعد المداخلة اللي عملها معناها الحوار باش يكون مفتوح وسي كمان على ذمتكم باش يرد على كل أسئلة. تفضل سي كمان. مشكور يعني صحيح انا واكبت مسيره النقاش اللي بدا بعد 14 عام في خصوص اصلاح منظومه الاعلام وحسب رايي معناها الخطا الجسيم اللي وقعنا فيه هو اننا امام الانفلات الاعلامي اللي شفناه ضيعنا يعني قضية أساسية النظام العالي كان معناها يعني هدف من الأهداف اللي عنده عنده الأمن فما تبعه وعنده القضاء وكذلك كان عنده الإعلام. الإعلام متمثل في لا ديسيبلين يعني إذا كان ما نفكوش المنظومة الاستبداد التي تمثلت وتجسمت في الديسيو مش ممكن المواطن العادي يتبعنا احنا في هذه القضيه باش نعرف كيفاش باش نقولوا احنا عمرنا ما ترجع الحكايه عمرنا باش نرجع في هذا في عمرنا باش نخليه منظومه مثل هذه اسمها نهضه ولا اسمها قطب ولا اسمها جمهوري ترجع من جديد لتولي معناها تحكم في العباد وتشري الضمائر معناها الارث الثقيل هذا اللي كان موجود مرينا عليه مره الكرام ودخلونا في لعبه كبيره هذه لعبه شنو هو اعلام العار هي لعبه اعلام العار الف مليون قدام معناها عند الطونديست وعند غيره وفي واقع الامر هي الهدف كان واضح الهدف كونه لا يتم وضع اي اطار قانوني لاي شيء بالنسبة للترويكا وبالنسبة للنهضة بالذات إلى أن تتمكن من أن هي يعني تستبد على الدولة بخصوص الصحافة المكتوبة أنا عشت شوية في دار الصباح وممكن بعض مجالس وهيئات التحرير داخل جميع المؤسسات الإعلامية وممكن اعتماد مدونات سلوك ممكن الآن سي بوسيبل بعد الاضراب اللي عملوه جماعه دار الصباح ولا اصبح معناها شيء ملح بالطبع ماهيش صحافه مكتوبه فقط الصحافه المكتوبه هذه انا ماشي 121 معناها مشي من 14 ليه اعطيني انا كيفاش دائما في اطار ضبابيه نتاع مصادر الدوليه انفلات ما فيها حتى حد من السبان وتشكل تعمل كيفاش لا معناها معناها 28 نشرية 15 منهم ناطقين باسم 13 حزب سياسي يومية 17 مرتين في الأسبوع 5 أسبوعين داو 3 النصف الشهرية 11 يعني ماهوش معقول باش تستمر معناها هذه الفوضى طبعا ما عندك حتى فكرة على شكون ما عندناش حتى مؤسسة باش تشوف نوعية كمية التوزيع ولا هذا ما عندناش هذا مش موجود نتاع الإشهار قال نفس الشيء ما
أنا أمشي معنا قلت وهذا اللي خلى الغد تحكم في العباد وفي الضمائر وكذا. من 80% من الإعلانات كانت تمر الكل على طريق الغدسي اللي هي تفرقها. وطبعا ثم الصحافة الإلكترونية يلزمها من واحد ينص عليها على القانون لعب الضوء في الثورة ويلزم واحد بحماية هذا الحق بحرية الرأي والتعبير على الإنترنت والصحافة كذا. ويلزم التنصيص قانونا على عدم حسب المواقع على عمار وصيص معناها تقف في الدنيا غادي معناها فوق الدوت يزي فتغرم أشياء من حصلوا عليهم كان بعد في الفوضى بعد الثورة بعد شوية تو ينساو تو نرجعوا كل الروتين تولي مطلب كان مطلب صعيب ياسر. في بالنسبة للقطاع السمعي البصري نرجعوا تو في الإطار العام يلزم استبدال نمط الإدارة الفردي بآليات التسيير الجماعي معناها إعادة نظر في تركيب مجلس الإدارة في المهام تاعو ويجيبوا شخصيات معناها مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية. يلزم يجيبوا معناها مجلس تنفيذي في الإذاعة والتلفزة ينسيب معناها حاجة طبعا مش خلصت هذه الثورة من جهات وين الدور وين هو الدور الطويل للدعاة الجهوية وين هو مش موجود معناها اتخاذ القرارات يلزم يكونوا عندهم من الاستقلالية ومن معناها من التصرف كلمة يتصرف في الأموال متاعه وفي الإدارة متاعه واللي كيفاش تحبوا يعمل واحدة اللي نعملوا تليفون المركز أنا أقول بلا يغطيني مسيدي وزيد الشقاع ثم كان حدث هو ثم معناها مشاكل وتطلعات الناس ثم صحافة استقصائية مقارنة عليها التوانسة اللي كانت تعطيه الفرصة باش يقوم بذلك معناها يلزمنا نعملوا الإعلام الجهوي يلزمنا دراسة شاملة دقيقة لواقع الإعلام الجهوي لتحديد المطالب نتاعه مش كذا نحطوا إذاعة وكذا ويلزم تخفيض معلومة الدخل بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة والخاصة الجديدة وهذا تعرفوا اللي وكالة الاتصال الخارجي مازالت توا موجودة ومازالت توا الصحافيين الأجانب اللي يجيو يتعداو عليهم توا مازالت وتعرف اللي جماعة الرونوفو تعرف ان نحكيوها معناها مع كل الاحترام مش هذا الموضوع اما جماعة الرونوفو تنقبوا في الرونوفو ياخذوا التشارين تاعهم التو وكي جاو يخدموا عندي انا في الصباح قلت لهم ما نسبش واحدة انا مانيش بعطيكم هذه الرواتب كما الناس موجودة ورئيس التحرير ياخذ كذا وكذا ياخذوا قاعدة كيما الشماش توا ياخذ فلوس بالطبع بخصوص الإشهار يلزم تنظيم هذا القطاع بشقيه التجاري والسياسي ثم طبعا كبرى أخرى مع الأسف مع كل احترام للزملاء ما عندوش علاقة بزملاء الصحفيين والصحفيات هو معهد الصحافي معهد الصحافي مع الأسف ردوه ينفوه في الكراج يمشيوا له الناس اللي عنده ديس ولا عنده دود ما لكني ما شفت جماعة اللي موش ناشعين وكذا ومش صحيح فهمت معناها فيها ناس عندها مكانات مش توصل ولكن هذه البرسيبسيون اللي ولات رياليتي بالنسبة لبعض الصحاب اللي ماشيين أو سناب داو بشوية رجعوا مشاو يدخلوا الناس كان بمناظرة الحمد لله وزي ما حتى البرامج قال لك معنى مراجعة نظام القبول بمعهد الصحافة اعتماد نظام المناظرة لتقييم المهارات اللغوية والثقافية وطبعا تدعيم من تجهيزات التقنية والتحديثة كما بالنسبة للكابسج وتوا احنا اعطينا رخص انا كنت من اللجنة اللي اعطت الرخص معنى بالنسبة للتلفزة بالرخص بالنسبة للتلفزة والله العظيم مش نقول لك ما تسرعنا تسرعنا على خاطر الاساس كونه اول شيء تحمي معناها الاعلام العموم قبل ما تحل بيبان بالطريقه هذا مش تقولي امور شيء تقولي كاعتو كذا انت ديجا مهلها بالطريقه اللي عامل معناها اثنين مصادر التمويل كيفاش في الغرب تابع الدنيا باش تطلع مصادر التمويل الصحيح؟ مو يعاونك وزارة المالية
فهمتي باش تعرف في 3 ديال ميزانية قداش خلص معناها ضرائب قداش كذا باش تفهم انت الهضره السعيد هذا فعلا عنده 50 مليون اللي يحكي عليها ومن جابها مضيفه ولا بلونشيمون دارجون ولا معناها هذه الحقيقه ما تمتش طلبنا فكر فيها بالوقت ما تمتش معناها هذه التراخيص المفروض معناها ما تعطى الا لخدمه الصالح العام لازم تكون مستقله على السلطه التنفيذيه والتنظيمات السياسيه والدينيه يلزم عدم مساهمة أجانب في رأس مالها، يلزم وجوب اعتماد ظاهرة معناها صحفيين محترفين، يلزم بالطبع يلزم معناها مخطط بزنس بلان معناها مفصل لمصادر التمويل والتسيير، بعد ما يلزمكش عدم الجمع بالطبع بين معناها مؤسسات إشارية ومؤسسات إعلامية.